طيب كم كان فعلا يعني كم الفرق ذي كم كان يطلع المبلغ لي يعني من الزواجات؟ ما اخفيك انه ما كان يعني ذاك المبلغ كبير خاصه في الزواجات يعني مو ذاك المبلغ الكبير. المهم المشاركه وتعرف كان في بدايه الحماس. ايه حماس والله كنا نطلع نسعد الناس، الناس تنبسط يعني صدى يعني كلام الناس وزي كذا لما نسمع وزي كذا ننبسط نفرح. أيوة. ممكن ما يطلع لنا في الطلعة إلا 70-80 ريال 100 ريال. أوه للشخص الواحد خاصة يعني اللي هم الأفراد الأعضاء. الأعضاء. أنت كنت في الفرقة؟ طبعا. كنت قائد يعني بعد مع أكرم يعني ما كنت يعني القائد الفني للفريق. أيوة. وصلت فترة إنه قبل ما توقف الفرقة أنت طلعت. أنا وقفت أيوة طبعا. ما أخفيك يعني حصلت مشاكل؟ لا أبد والله ما صار في أي مشاكل. بس اختلف وضعي. احتياجاتي المادية اختلفت. انا اتزوجت ذيك الفترة. تمام. انا في الفرقة اتزوجت ما شاء الله. فصار ما يناسبني انه مثلا زي ما قلت لك انه كان العضو ياخذ من 80-100 ريال. فما كان يناسبني. ايوه عرفت كيف؟ فقلت انا ابغى اطلع. دام انا عندي امكانيات الحمد لله. تمام. فاستأذنت من اكرم زي كذا قلت له والله حاب ان انفرد واطلع لحالي وزي كذا. رحب بالفكرة وكونت فريق وطلعت الحمد لله. طلعت فريق ثاني. طلعت مع فريق ثاني وجمعت شباب زي كذا. ما شاء الله تبارك ما شاء الله. عندنا مواهب مكة مليانة في الغربية بشكل عام. وفي كل مكان يعني نحتاج بس ان ندور. نلقى مواهب. وكانت هي خلينا نقول هنا انطلاقة احمد كانت لك هذه انطلاقتي في عالم اني انا اكون قائد في بشكل عام يعني قائد فريق انشادي او قائد مجموعة بشكل عام. فانطلقت الحمد لله. ايوه. كيف انت الحين انتقلت الى يعني شيء بزنس مع ايضا فريق؟ طبعا. كيف كان يعني ايضا الدخل وكيف انت ايضا كنت توزع ايضا الحصص؟ طبعا يفرق الدخل. ايه يفرق الدخل. انت اذا كنت قائد مجموعه بحيث انه انت المنسق. ايه انت تنسق مع جهات معينه. كنت اطلع يعني انحاء المملكه. كنت اطلع ينبع اطلع الجنوب. ايوه. اطلع يعني كنا نطلع مهرجانات وحفلات كثير. ايوه. تمام. ف صار دخلي افضل. أيوة. بالنسبه لي لوضعي نكون متزوج وبالتالي تحتاج دخل. اي فاحتاج دخل اكثر. فما يناسبني انه مثلا اطلع ليله ب 100 وزي كذا. صعب. فكان افضل يكون زياده مبلغ. طبعا هذا بالضبط اللي صار يعني.